إسرائيل ضربت الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله اللبناني بهجمات عنيفة للغاية ليلة يوم أمس. العديد من الوكالات كانت قد تحدثت عما جرى، على سبيل المثال الأناضول LBC اللبنانية بالإضافة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية. وكانت هذه هي اللحظات الأولى لطبيعة هذه الضربات، هي العديد من الضربات الصاروخية باتجاه نقطة استراتيجية. واضح بأن هنالك الكثير من الصواريخ والعتاد، ضربت مرة واحدة الوحدة الصاروخية لحزب الله كانت موجودة في هذه النقطة وضربت بهذا الشكل المركز من قبل الجانب الإسرائيلي كما نلاحظ. بالإضافة إلى ذلك أن كانت هنالك صورا للحظات الأولى لهذه الضربات من عدد من الزوايا المختلفة كما نلاحظ، ضربة لم تكن عادية أبدا. وهذه الضربة إذا ما ذهبنا لتحديد أين موقع هذه النقطة، سنجد أنفسنا بأننا على عمق 10 كيلومترات تقريبا في داخل لبنان باتجاه صور. في حقيقة الأمر هي تأتي باتجاه جنوبي شرق صور، وهنالك مناطق محيطة بها كما تحدثت الأوساط اللبنانية مثل زبقين على سبيل المثال والشعيتية وكذلك منطقة القليلة، وقالوا بأن في أطرافها وسط هذه المنطقة بين الأشجار كانت هذه الضربة، مما يشير إلى أن هذه النقطة هي التي كانت هدفا للجانب الإسرائيلي. ويبدو الأمر واضحا كذلك من خلال مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية لهذه الضربة، قالوا بأن الضربة جاءت في صور، وهذا يتناسق تماما مع طبيعة ما نتحدث عنه هنا. وسنلاحظ أن هنالك صورة من المقطع المصور القادم من وزارة الدفاع الإسرائيلية يوضح هذه المنطقة بوضوح، وكذلك يظهر شكل هذه المنطقة أيضا واضحا على هذه المنطقة مع مساحة مفتوحة مليئة بالأشجار. وستلاحظ الصورة القادمة من وزارة الدفاع الإسرائيلية تبدو واضحة هنا، ترى نفس النقطة بهذا الشكل وترى نفس كذلك الشكل الذي أشرنا له قبل قليل على الأرض، وهذه هي المنطقة المفتوحة مع طبيعة الانفجارات كما نراها. وإذا ما ألقينا نظرة على هذه المنطقة التي ضربتها إسرائيل ستلاحظ فعلا الانفجارات من شكلها من طبيعتها، نحن فعلا أمام نفس الموقع كما نلاحظ. وصورت العديد من الزوايا لهذه النقطة وأشاروا بشكل واضح إلى أن هنالك صواريخا هي التي كانت هدفا بالنسبة لهم، وهذه الضربات هي لم تكن بغارة أو غارتين بل كانت بأكثر من 10 غارات من قبل إسرائيل. في حقيقة الأمر الضربة جاءت بعدد من المستويات، ودعونا نعود مرة أخرى بالقمر الصناعي لنلقي نظرة عامة على هذا الموقع مرة أخرى. هذه هي المنطقة مرة أخرى نحاول العودة لها، وسنلاحظ بأن حقيقة الأمر من هذا الاستهداف لإسرائيل استخدمت من خلاله 17 غارة إسرائيلية مرة واحدة، هي التي استهدفت ما يقارب 30 منصة لإطلاق الصواريخ من هذه النقطة التي أشرنا لها قبل قليل الموجودة في هذه المنطقة، هي التي ضربت في حقيقة الأمر من قبل إسرائيل بعدة ضربات وأدت إلى دمارها بالكامل وأدت لهذه الانفجارات. كذلك كانت هنالك ضربة باتجاه منطقة الجبين أيضا، وهذه منطقة استراتيجية للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي عندما يستهدف مثل هذه النقاط. على سبيل المثال إذا ما اتجهنا إلى المنطقة التي أشرنا لها قبل قليل ستلاحظ أنها مساحة مفتوحة مطلة على العديد من البلدات الصغيرة، ستلاحظ أن هنالك مساحة مفتوحة أخرى أيضا موجودة هنا وهي منطقة مرتفعة، وكذلك ليس هنالك كثير من المدنيين أو البيوت الموجودة فيها. تلاحظ أن هنالك العديد من النقاط التي تعتبر هي نقاط قريبة واستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، من الممكن أن تستغل هذه المنطقة في المستقبل في عمليات استهداف قادمة، وخاصة أن في 48 ساعة الماضية كانت هنالك معلومات تؤكد بأن هنالك ضربات مدفعية مستمرة كبيرة من قبل الجانب الإسرائيلي تأتي باتجاه بلدة زبقين التي تعتبر النقطة القريبة من المساحة التي كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. لا بل إن هذه المنطقة أساسا تستهدف بالمدفعية بشكل مكثف، ليوضح ذلك بأن إسرائيل على ما يبدو فعلا على المستوى العسكري هي تحضر لعملية تقدم. استخدام المدفعية هو لا يضرب ويدمر الأهداف بالكامل فقط، لا أبدا، بل إنه أيضا يعمل على إخلاء المنطقة من الألغام إن كانت النقطة التي نتحدث عنها أو غيرها من النقاط. وهذه تفتح بابا كبيرا بالنسبة للجانب الإسرائيلي لاستغلالها من هذه المناطق الاستراتيجية التي نتحدث عنها، فهي تفتح بابا إلحاق الضرر الكبير بقوات حزب الله اللبناني وعناصرهم إن كانوا من الرضوان أو غيرهم الموجودين مع الحدود مع إسرائيل. يفتح الباب طبعا لإسرائيل أن
تقوم بإنزال في هذه المنطقة المفتوحة والمناطق المفتوحة التي أشرنا لها، وهذه المنطقة إن تمكنت إسرائيل فعلا من القيام بمثل هذا الإنزال فإنه سيعتبر نقطة استراتيجية كبيرة بالنسبة لهم في هذه الخطوط الخلفية، وذلك لأنها تبعد تقريبا 10 كيلومتر عن الحدود مع إسرائيل، وكذلك هي تبعد هذه المنطقة ما يقارب 5.7 كيلومتر كذلك من سواحل البحر المتوسط، وعلى مسافة 6.9 أيضا كيلومتر عن صور، وأيضا تأتي على مسافة ما يقارب الأقل من 14 كيلومترا باتجاه النهر الليطاني، الهدف الأساسي بالنسبة لهذه القوات الإسرائيلية. بالتالي وجودهم هنا في هذه المنطقة هو سيحقق عزل مهم ما بين قوات حزب الله وأفرادهم وعناصرهم الموجودين في الخطوط الأمامية أو الموجودين كذلك في الخطوط الخلفية هنا، كذلك سيتمكنوا من عملية جمع المعلومات والرصد لكل ما يجري وحتى عمليات القنص على سبيل المثال، يقومون وسيتمكنون بوجودهم على الأرض من جمع المعلومات للمنصات الصاروخية الموجودة التي لم تكتشف من قبل إسرائيل، وهذا سيفتح الباب للطائرات الحربية الإسرائيلية أن تزداد فاعلية ضرباتها، لأن هنالك معلومات هذه المرة تأتي من الأرض حول هذه المنصات، كذلك سيتمكنون أيضا من كشف بعض الأنفاق التي لم تتمكن على سبيل المثال إسرائيل من معرفتها بوجودهم هنا على هذه المنطقة، كذلك سيفتح لهم الباب لمعرفة تحركات حزب الله على الأرض، وأيضا سيفتح لهم الباب لمراقبة ما يجري ورصد كل ما يجري على هذا الخط المهم للغاية الممتد مباشرة باتجاه صور، وهو سيساعد القوات الإسرائيلية بالتفكير أو بالتحرك بهذا الشكل المباشر باتجاه صور مع مساعدة القوة البحرية والبحرية الإسرائيلية التي ستساند هذه العملية من أجل السيطرة على صور المهمة للغاية. بالتالي هذه مناطق استراتيجية التي تركز عليها إسرائيل في متابعة الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله اللبناني بكل تأكيد، وهذا التطور وهذه الضربات التي نراها هي جاءت بعد ساعات من زيارة مهمة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى شمال إسرائيل، ظهر هو والعديد من الجنود بهذه الطريقة يطلع على طبيعة العمليات والتحضيرات، وهو التقى بلواء عوديد الإسرائيلي وهو لواء مشاة أساسا تأسس في عام 1948 وخاض العديد من الحروب البرية المهمة بالنسبة لتاريخ إسرائيل الحربي. ويوآف جالانت وضع عدد من التصريحات المهمة التي لا بد من الانتباه لها، وقال هذه التعليمات التي تنتظرونها، وهو يتحدث مع الجنود طبعا، أعطيتها في الجنوب، مثل هذه الأوامر ستأتي هنا أيضا، ويجب أن تكونوا مستعدين وجاهزين لتنفيذ هذه المهمة. وأضاف أيضا، نحن على وشك الانتهاء من تدريب كامل أو من تدريب كامل تشكيلات المعركة من جميع جوانبها تمهيدا لعملية برية بين قوسين في لبنان كما نشرتها التايمز اوف اسرائيل. ولا بد من عدم نسيان ان بنيامين نتنياهو اصدر في ال 72 ساعة الماضية اوامرا للجيش الاسرائيلي بالاستعداد التام لتغيير الوضع في شمال اسرائيل والعمل على اعادة المدنيين، واعادة المدنيين لن تحدث ابدا بالنسبة لاسرائيل الا اذا تقدمت تجاه جنوب لبنان. وكذلك ان التصريحات القادمة من يوآف جالانت هي تأتي مباشرة بعد ضربة اسرائيلية جاءت ايضا في البقاع ادت الى مقتل أحد عناصر قوات الرضوان، قوات النخبة في حزب الله اللبنانية. اليوم أيضا حزب الله أعلن عن مقتل عنصر آخر من عناصره، كذلك كان هنالك استهدافا لإحدى الدراجات النارية في منطقة ميسى جبل الحدودية بين لبنان وبين إسرائيل، واتضح أيضا أن عنصرا آخر من حزب الله قد قتل، وكذلك كان هنالك استهدافا لإحدى الدراجات النارية في منطقة صور التي نتحدث عنها وضربت بهذا الشكل حتى هذه اللحظة، ليس واضحا من قتل من عناصر حزب الله اللبناني أو إن كان من عناصر الفصائل الفلسطينية بشكل عام ليس واضحا، ولكن واضح أن وتيرة الهجمات من قبل إسرائيل قد ازدادت بشكل كبير في استهدافات القوات الخاصة قوات الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني وكذلك عناصرهم مرة أخرى مع كل هذا التصعيد الذي نتحدث عنه. وكان هنالك تقييما مثيرا لإسرائيل ريدار عن طبيعة نقاط القوة ونقاط الضعف لحزب الله، وما الذي تراه إسرائيل إذا ما قامت بعملية باتجاه لبنان. هم يعلمون تماما أن حزب الله اللبناني قوي على مستوى التسليح بسبب التسليح الإيراني ودعم الإيراني المستمر، كذلك أن حزب الله لديه حضور قوي على مستوى البرلمان، وأيضا هو يوفر الرعاية ل
عناصره ولبعض الأهالي الموجودين، بالتالي هو يتمتع بشعبية كبيرة موجودة في الداخل اللبناني على مستوى أنصاره وغيره، بالتالي هو يتمتع بهذه المواصفات. ولكن في نفس الوقت هنالك مشكلة بالنسبة لحزب الله يعاني منها، ألا وهي بأنهم ديموغرافيا هم الأقل بين الطوائف الموجودة في لبنان، بالإضافة إلى أن الوضع اللبناني على المستوى الاقتصادي هو سيء وسيء للغاية وممكن أن ينهار في أي لحظة. كذلك أن هنالك اعتراضات كثيرة من أغلب الشعب اللبناني على ما يقوم به حزب الله اللبناني. هنالك فصائلا كذلك قالت إسرائيل ريدار بأن هذه الفصائل اللبنانية هي مستعدة أساسا لمقاتلة ولقتال حزب الله اللبناني في حالة تصاعدت الأمور باتجاه لبنان. وعلى هذا الأساس هنا إسرائيل تعلم تماما أن أي عملية تقدم على حزب الله وضرب قدرات التسليح الخاصة به، وبسبب أنهم يمثلون الأقلية على المستوى الديموغرافي ويتأثر لبنان على المستوى الاقتصادي، كذلك أن خدمات الرعاية الاجتماعية ستكون في وضع صعب ولن يتمكن حزب الله من توفير مثل هذه الخدمات فيما بعد، بسبب أن الحرب ستؤدي إلى انهيار أكبر من الوضع الاقتصادي الهش للبنان. هذا هو الذي سيدفع في نهاية المطاف إلى حرب أهلية من الداخل. بالتالي إسرائيل تعلم بأن هي ليست مضطرة للقيام بالسيطرة على لبنان بكاملها، لكنها بحاجة إلى ضرب قدرات حزب الله، والأمور ستحل بسرعة وتؤمن حدودها، تعيد المدنيين مرة أخرى، وكذلك ستجعل إيران في موقف صعب للغاية على المستوى الاستراتيجي، وإيران ستخسر طرفا مهما بالنسبة لها طبعا، ألا وهو حزب الله الوحيد القادر على تهديد إسرائيل وشمالها في نهاية المطاف. وكذلك أن الفصائل الموجودة أيضا في الداخل السوري، كانت الفصائل العراقية الأفغانية وغيرهم، أيضا سيتأثر مع تأثر حزب الله اللبناني، وحزب الله المتواجد في داخل سوريا أيضا سيتأثر بسبب هذه الظروف إن اندفعت إسرائيل لها. وهذا قد يفسر لماذا نرى إيران تذهب باتجاهات مختلفة الآن، هي تحاول تخصيب اليورانيوم بشكل أكبر كما تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس التخصيب وإنما الاستفادة من زيادة الخزين لليورانيوم من التخصيب بنسبة 20% وكذلك 60%، وأيضا هم بدأوا بإرسال الصواريخ، بل بالأحرى أرسلوا صواريخا باليستية إلى روسيا، ولكن في نفس الوقت بدأ هذا الأمر ينعكس على الإيرانيين، وبدأنا نرى الآن عقوبات من الخزانة الأمريكية على أعلى المستويات على إيران، على الطيران الإيراني، كذلك على إيران إير، وأيضا في نفس الوقت من البي بي سي البريطانية تحدثت عن نفس المسألة بأنهم أوقفوا أساسا الرحلات الإيرانية إلى بريطانيا، وهذا سيؤدي إلى مشكلة اقتصادية ليست بالعادية أبدا. لكن إيران على الرغم من ذلك هي معتادة على مواجهة مثل هذه العقوبات، مع ذلك الأمور لا تبدو بخير بالنسبة لحزب الله اللبناني وبالنسبة للظروف التي ممكن أن نراها على داخل لبنان مع كل هذه التطورات التي نشهدها في منطقة الشرق الأوسط وفيما يجري بين إسرائيل وبين حزب الله مع زيادة وتيرة الضربات والاغتيالات.